سلام الله عليكم، مرحبا بكم أعزائي. في هذا الفيديو بإذن الله سأقدم لكم موضوع لاختبار في مادة اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة للفصل الثاني بإذن الله. لنبدأ على بركة الله بحل الموضوع. Task 1، التمرين الأول. Color the small letters، لون الحروف الصغيرة. لاحظوا هنا عندنا A the capital A، لا ألون. D the small D، I color the small D. The capital N the small N، I color the small N. H the small H، I color the small H. The capital H. Task 2، I match. تمرين الثاني، أربط. لاحظوا من هنا عندي كلمة، نصف الكلمة ومكملتها في الجهة الثانية. كيت كيت، روم تشن أور دن، كيتشن المطبخ، كيتشن. جار جاردن الحديقة. باث روم باثروم الحمام. Number or task 3، cross the odd word، أشطب الكلمة الداخلة. هنا سأنطق كلمة وأنتم تلاحظون النطق، والكلمة التي لا تسمعونها ستشطبونها. Number 1، living room، living room. إذن ستشطبون الكلمة الأولى A. Number 2، computer computer. إذن ستشطبون الكلمة الثانية. Number 3، الكلمة الثالثة. toilet toilet. إذن ستشطبون الكلمة الثانية robot. Task 4، I tick. التمرين الرابع، سأضع علامة صحيح أمام الإجابة الصحيحة. هنا لاحظوا الصورة ثم نجيب. Number 1، my mother is in the kitchen or my mother is in the bedroom. هنا كي لاحظوا الصورة نلقى بأنه my mother is in the kitchen، إنها في المطبخ، أمي في المطبخ. إذن سأضع علامة صحيح عند الجملة الأولى. الصورة الثانية، لاحظوا الصورة جيدا. هنا الجملة الأولى، he is sitting opposite his sister، هو يجلس مقابل أخته. Number 2، he is sitting next to his sister، هو يجلس بجوار أخته. هنا لما نلاحظ الصورة جيدا نلقى بأنهما متقابلان، بمعنى هو يقابل أخته. He is sitting opposite his sister. إذن الجملة الصحيحة هي الجملة الأولى. Task 5، reorder and write. هنا رتبوا الأحرف ونكتب الكلمة. لاحظوا هنا الصورة، عندي صورة دمية. دمية هي doll، doll يعني D O L L. الصورة الثانية، عندنا دراجة بالإنجليزي نقولها bike bike. إلى هنا أكمل معكم أحبتي هذا الموضوع، أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء.